سجل أعداد كورونا 947 إصابة جديدة وخمس حالات. يعيش لبنان هذه الأيام ذروة أزمته الاقتصادية والتي تنعكس على الجانب المعيشي والاجتماعي للسكان وتراجع أولويات الحياتية. امباكت هي حلم أنه يكون في بلبنان اي جوفرمنت واي جوفرننس، وبلشنا نحقق هذا الحلم. على الصعيد الشخصي طبعا غيرت لي حياتي، حولتني من انسبكتور ل اوجمنتد انسبكتور، حولتني الى مفتش مزود بالتقنيات والبرامج الحديثه. بالنسبه لامباكت اختبرناها اكثر شيء، المفتشيه العامه الصحيه اختبرتها بموضوع اللقاح، اختزلنا الوقت والجهد وحتى الامكانيات البشريه يلي كنا مفروض بدنا نوضعها لنقدر نجمع هالمعلومات. بقلب الامباكت يعني بطاقه تلقيح عطتنا كمان شيء كثير مهم يلي هي بقدر اعرف كم جرعه اخذ هالشخص، بيطلع له كيو ار كود بيقدر يسافر فيه، وهيدا السفر يعني بيقدر حاله واحد يعمل له سكان وبيبين عنده شو اخذ لقاحات شو وما بحاجة يكون معه ورقة ضاعت، فالإثبات واضح. الامباكت كتير مهمة لأنه عم توصل للناس على تليفوناتهم يلي تلت ربع الناس صار معها تليفون، حاملين سلولار وعم نمشي بسلولار ونسجل العالم، يعني هيدي 100% مسهلتنا شغلنا نحن كأشخاص عم بيسجلوا. الوضع الاقتصادي اللي عم نقطع فيه كانت الناس عم بتجي بكميات كبيره لتسجل على المنصه. لعبه التكنولوجيا معنا دور اساسي، سهلت علينا الشغل ان كان كاتبه على الورقه والقلم وان كان التدقق بعدين من المعلومات. هلا بس نفكر بقطاع عام بلبنان دائما بيروح فكرنا لقله التنظيم، مثل ما كلنا بنعرف بس يكون في مكننه كل شيء على السيستم كل شيء بروجرامي ما بيدخل تدخل بشري بالقرارات، فهذا الشيء بيخلي يكون في نوع من الشفافيه تجاه المواطن لحتى يكون عنده ثقه اكثر، كمان طلبه بس عم بيوصل عم بيندرس بكل موضوعيه. كان التعامل عبر المنصه مع وزاره الداخليه ومع المحافظه كتير سهل ووفر الوقت ووفر كمان حتى الكلفه. ان شاء الله نروح بالتطور بالعلاقه بين البلديات والسلطات المحليه والسلطه المركزيه لتسهيل الامور باكثر من شغله يكون في مثل المنصه حتى للمعاملات وحتى لاي شيء بيننا وبين الوزارات. احدى ميزات الامباكت دعم التقني والتعليم السريعه اللي اجت ليتاقلموا كلهم فيها، وخلتنا الامباكت ضل باتصال مباشر أنا والبلديات. المعلوماتية هي مستقبل الإدارة، وإذا ما عنا قادرين نتعامل مع المعلوماتية لأننا عايشين بالعصر الجاهلي. نحن في عندي مفتشين عم يشتغلوا على تقارير عن الإمباكت، يعني اللي كانوا عم يشتغلوا على رقابة البلديات وكذا عم يعملوا تقاريرهم، اللي اشتغلوا على تقارير التفتيش الشامل عملوا تقاريرهم، عم يشتغلوا على كذا عم يعملوا تقاريرهم. نحن موحدين بهالهدف هيدا وبهالفيجن ذاتها اللي هي بدنا نحسن ونوقف مؤسسات الدولة، وهيك لازم الشعب كمان يشوف ذات الشيء ويشوف المؤسسات ويشوف انه هو عنده ذات الهدف، انه نحن ما بنشوف حالنا لا كمهندسين ولا تقنيين ولا اكيب عمل، نحن اكيب الكوماندو تبع التكنولوجيا للبلد.